عليكم يا جماعه، الموضوع بتاع دلوقتي عن عادل امام. الفنان عادل امام يا جماعه في حاله خطيره جدا، اصيب بفيروس كورونا للمره الثانيه يا جماعه. الفنان دلوقتي في العنايه المركزه بين الحياه والموت يا جماعه. انا عملت الفيديو ده عشان الناس اللي بتحب عادل امام تدعي له. الفنان عادل امام يا جماعه مواليد 17/5/1940، عنده 81 سنه، من المنصوره يا جماعه، خريج كليه زراعه، متجوز هاله الشلقاني، مخلف 3 اولاد، محمد امام وساره امام ورامي امام. مثل طبعا افلام كتيره، مسلسلات كتيره. انا عامله الفيديو ده لكل محبين عادل امام يدعوا له. الفنان فعلا في حاله حرجه، والفيروس ده يا جماعه فيروس لعين، بيجي بالذات للناس الكبيره وبيبقى يعني شديد عليهم، عكس ما بيجي للشباب. ممكن يجي للشاب مره واتنين وتلاته ويقوم منها، ممكن في شباب بتقع، بس الكبار السن هم يا جماعه اللي بيتضروا او بيموتوا بسبب فيروس كورونا. ربنا يشفي الفنان، وانا مستنيه رايكم في التعليقات على الفيديو ده.